هذه الأجهزة أضحت لا تفارق الناس في حلهم وترحالهم، لكن هناك مخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي على الحياة السياسية، خاصة الانتخابات. على سبيل المثال، منصة إكس أو تويتر سابقاً، فمالكها الجديد إيلون ماسك سرح معظم فريق السلامة ومكافحة المحتوى المضلل، ما أدى إلى سيل من المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على المنصة. العام الجاري من بين أكثر الأعوام سخونة من حيث السباقات الانتخابية، بما في ذلك أكبر ثلاث ديمقراطيات في العالم، خاصة الولايات المتحدة، وسبع دول من أصل العشر الأكثر اكتظاظاً بالسكان. كل هذه البلدان سترسل ثلث سكان الكوكب إلى صناديق الاقتراع. فالانتخابات بديناميكيتها المشحونة عاطفياً وقبلياً في كثير من الأحيان تمثل المكان الخصب لانتشار المعلومات المضللة. شركات التواصل الاجتماعي تصر على أنها ملتزمة بنزاهة الانتخابات. نستثمر بشكل كبير في السياسات والأنظمة التي تساعدنا على دعم الانتخابات بنجاح في جميع أنحاء العالم. في المقابل ترفض شركة ميتا التعليق على الأمر، هذا دون الحديث عن الذكاء الاصطناعي وخاصيات الدردشة الآلية، فضلاً عن الصور المركبة ومقاطع الفيديو التي يتم التلاعب بها. مراقبون يحذرون من إمعان بعض الدول كالصين في استخدام معلومات مضللة كأداة جيوسياسية لها آثار محتملة بعيدة المدى. ووفق هؤلاء، التضليل الانتخابي أصبح عاملاً يزيد الأمر تعقيداً في ظل المناخ الجيوسياسي المشحون، مع تعمق الانقسام أكثر من أي وقت مضى. بلال البجديني، العربية.